صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 2913 يوافق بموجبه على معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي البصري المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد ببكين في شهر نوفمبر 2012. تمثل هذه المعاهدة خطوة مهمة تأتي بعد يعني تقريبا 16 سنة من توقيع المعاهدة الأولى المتعلقة بالأداء الصوتي في حماية الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة يعني حقوق الممثلين أو المغنين أو ويهدف إلى تنمية هذه الحماية بالنسبة لفناني الأداء على المستوى السمعي البصري وصيانتها محليا ودوليا بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والجدية في حماية هذه الحقوق. الاتفاقية تحدد المستفيدين، شروط الحماية، الحقوق المعنوية والمالية، أيضا حق الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو تعديل لأدائهم يضر بسمعتهم، وكذا حق النسخ والتأجير وحق إثبات الأداء وحق الإذاعة وغير ذلك من الحقوق التي تشكل مكونات ضمان الملكية الفكرية.